هجوم صاروخي للمرة الثالثة خلال أسبوع يستهدف شركة دانا غاز العاملة بحقل كورمر الغازي بمدينة تشمتشمال في محافظة السليمانية شمالي العراق. في أول رد من نوعه أعلن كردستان العراق عزمه تدويل ملف الهجمات الصاروخية المتكررة على الحقول الغازية. عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري اتهم ما سماها القوى الميليشياوية بمحاولة تركيع كردستان العراق، فيما أكد مصدر أمني في قوات البيشمركة أن الصواريخ تنطلق من أماكن تقع في مناطق سيطرة ميليشيات مدعومة من إيران أبرزها العصائب وكتائب حزب الله. استهدافات اليوم ليست الأولى من نوعها، إذ تبنت إيران داعمة الميليشيات في العراق هجوماً نفذه الحرس الثوري في شهر آذار الماضي استهدف أربيل بعشرات الصواريخ البالستية. طهران ادعت حينها أن هجومها استهدف مقرات سرية للكيان الصهيوني، إلا أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان في العراق كشفت عدم صحة الرواية الإيرانية وأكدت عدم وجود أي نشاط غير مدني أو تجسسي. فالمكان المستهدف كان عبارة عن منزل يعود لرجل أعمال عراقي كردي. لم تقتصر الهجمات على الصواريخ فقط، ففي العام الماضي تعرض مطار أربيل لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة. عودة الاستهدافات وكثافتها في المحافظات الشمالية تأتي في وقت تشهد العملية السياسية في العراق انسداداً وتطورات متسارعة وتحالفات متغيرة. وقبل شهر واحد فقط حذرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت من دبلوماسية الصواريخ، واعتبرت أن العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء. فهل أصبحت الصواريخ اللغة السائدة اليوم بين الخصوم لإيصال الرسائل السياسية؟